هلا والله يا سكان أساطير الجن. طبعا ماكو شخص بينا ما سمع عن جبل بالسعودية اسمه جبل حرفة أو جبل الجن. طبعا هذا الجبل جدا مشهور بالسعودية وعليه عدة قصص وأساطير وما إلها نهاية أبدا. بي منها قصص من أهالي السكان اللي يسكنون هاي المنطقة، وبي منها من ناس راحوا للجبل متقصدين يشوفون أمر الجن الموجود بيه. ومجرد أنه أنت تسمع يعني كلمة جبل حرفة مباشرة تجي ببالك المقولة الشهيرة: إذا صعدت على هذا الجبل راح تنزل يا أما شاعر يا أما مجنون، هاي إذا قدرت تطلع من عنده بالليل. إضافة إلى هاي، في أحد جوانب الجبل يوجد نحت على شكل باب. طبعا اكو اسطورة تقول انه هاي الباب تتحول الى باب حديدية بالليل، ولكن هذا الجبل بالنهار يكون المناظر من عنده خلابة. اضافة الى هاي، المي ينزل من فوق للوادي بيه مي، بس ما اعرف هذا المي عذب ولا لا. اذا احد متابعني وهو ساكن بهاي المنطقة او منطقة جبل حرفة، ارجو ان يفيدنا بالمعلومة، هل المي هذا صالح للشرب أو لا؟ إضافة إلى هاي، داير ما داير الجبل في غابات وأكو بيوت موجودة تبعد عنا مسافات قريبة. المهم، وما أريد أظل أعرفكم على الجبل لأن أغلبكم سمع عنه، وحتى اللي ما سمع عنه لقى أكيد قصص موجودة عليه هواية بعنوان جبل حرفة أو جبل الجن. طبعا اليوم أنا جايب لكم قصتين إقصار وراها القصة الرئيسية اللي راح أقولها بالقناة. طبعا القصتين الإقصار هن واحدة من عدهن إنه أكو شخص كان راجع بالليل من يم أقاربه وطريقه يمر على جبل حرفة. فهذا الشخص يقول: لقيت 4 أشخاص موجودين جانب الجبل وعدهم سيارة وواقفين. يقول: فاني وقفت وحسيتهم إنهم غربة مو من أهالي المنطقة، لأن هو هذا الشخص أصلا يسكن قريب على الجبل. يقولوا: أول ما نزلت وباوعت عليهم طلبوا من عندي المساعدة، وقالوا: إحنا عندنا أصدقاء 2، يعني عددهم هم يصير 6، الموجودين 4 و2 صاعدين فوق. قالوا: أصدقائنا صعدوا فوق وصار لهم تقريبا نص ساعة وننادي عليهم بس ما جاي يسمعونا نهائيا ولا جاي يقبلون ينزلون، وقبل شوية كانوا يصيحون علينا ويحاشونا بس هسه اختفى الصوت مالهم نهائيا. إذا أنت تعرف بهاي المنطقة أو شي أرجوك أنه تساعدنا. طبعا الرجال بكل حسن نية قالهم: راح أصعد وياكم وأشوف. طبعا الحمد لله والشكر أنه هذا الشخص كان حافظ كتاب الله ويعرف رب العالمين كل الزين، وصعد وياهم لفوق. يقولوا: يمن صعدت وياهم المسافة قريبة شفت صاحبهم وكان منظره جدا مرعب، كان كأنه مقيد على الجبل، يعني إيديه مرفوعة ورجليه وعاجز عن الحركة تماما، وكان الأيدين الاثنين ينزلن دم. طبعا الشخص يقول: أول ما شفته أنا مباشرة رحت عليه وقمت أقرأ يمه قرآن، وبعدها انفكت السلاسل من الإيد اللي كان مقيد بيها اللي غير مرئية، بس كنت أشوفه إنه هو مربوط ربط على الجبل وسقط وقدرنا ننزله، بس الثاني ما لقيناه وبحثنا عليه شوية. وبعدها قلت لهم: لازم تنزلون لأن هذا الجبل مسكون بالجن وما يصير انتم تظلون تطفلون بهذا المكان، روحوا بلغوا السلطات. يقولوا: نزلنا. يقولوا: لما نزلنا من هناك بقوا 2 يم السيارة، ورحنا احنا الـ3 صاحبهم اللي ما نعرف انه هو شبيه وبس صافن وما يعرف يتكلم نهائيا، والـ2 رحنا لمركز الشرطة في سبيل نبلغ. ولما بلغنا طلعت ويانا سيارة واجتي. يقول: لما نجت السيارة ووصلنا اتفاجئنا بالأمر اللي شفناه، شفنا السيارة مالتهم محطم كل الزجاج مالها، والـ2 اللي موجودين ما موجودين من السيارة. ظلينا نباوع يمنا ويسرى، لقيناهم من بعيد ينادون علينا، ورحنا عليهم لقينا صاحبهم ممدد على الأرض. سألناهم شنو صار، قالوا: سقط من فوق الجبل على السيارة وهو اللي كسر الزجاج ماله. هاي كانت القصة الأولى القصيرة، هاي إنه بس نعرفكم على الجبل أكثر وأكثر. أما القصة الثانية، كانت أكو بنية بكر ودائما تروح لأحد الآبار القريبة على هذا الجبل،
وعاد يعني أمورها طيبة، تطلع المغرب أو العصر تروح تجيب مي من هناك وتجي، ويوم من الأيام محتاجين مي ورا صلاة المغرب، وطلعت البنية تجيب مي. طبعا تأخرت البنية وطلعوا أهلها يدورون عليها، اختفت تماما 3 أيام، بلغوا السلطات بس ما لقوا البنية موجودة أبدا. وبعدها تقريبا ب7 أيام مر على اختفاء البنية، أبو البنية كان قاعد بالبيت يقول دخلت علي أفعى كبيرة للبيت جدا، يقول قمت أريد أضربها، وهنا تكلمت قالت أوقف لا تسوي أي شيء، أني جن ويسكن بجبل حرفة، وأني اللي أخذت بنتك وتزوجتها، هي اللي دزتني إلك على مود أطمنك إنه هي موجودة يمنه وما راح ترجع نهائيا. وبعدها اختفى الثعبان من قدامي. طبعا ذني القسطين متداولات بشكل كبير بالإنترنت، ويقولون انه هذين القسطين يعني متكلمت عليهن الصحف والاذاعات، وما اعرف عن صحتهن نهائيا. المهم بس حبيت اذكرهم في سبيل انطيكم صورة كاملة على هذا الجبل واللي يدور ما حوله. وهسه جهز لي حالك حتى تسمع القصة الرئيسية. اسمي محمد وعمري 25 سنة، وكنت عايش حياتي طبيعية، وبيتنا قريب على جبل حرفة، مو قريب جدا جدا وإنما قريب، يعني من أطلع أشوف الجبل وارتفاعه يبين عندي. بيوم من الأيام طبعا قررت إنه أروح البيت عمي، طبعا كان والدي على خلاف هو وهذا عمي، فوالدي كان دائما يمنعني إنه أنا أروح عليهم، وأنا أروح البيت عمي لأن ولد عمي هم أصدقائي وأحبهم، فكنت دائما أروح عليهم بلا ما يدري والدي وارجع، ونوبات والدتي عندها علم انه انا رايح عليهم بس ما تقول له. فيوم من الايام انه انا قررت اروح، ومن هناك راح نرجع يعني نقعد ونكشت بالبر. يقولوا صدق رحت عليهم وجهزنا اغراضنا وطلعنا وقعدنا بالبر، وكان العلم بالبيت انه اني طالع ويا اصدقاء لي. يقولوا قعدنا وكشتنا بالبر بذاك اليوم، كانت كشتتنا اجمل ما يكون. يقول بس بالليل فتحنا موضوع على الجن وعلى القصص اللي تصير، يقول فقمنا نضحك ونقول باع العالم دائما تنشر قصص على الجبل، واحنا اصلا قاعدين من الجبل ما بي اي شي ولا بي اي اصوات، نوبات نسمع اصوات صحيح بس من قال انه هي موجودة بالجبل، وحتى اذا كان اكو جن موجود بالجبل فالامر جدا طبيعي، هم موجودين ويانا بكل مكان. يقولوا احنا جايين نسولف بهاي السوالف، روح ده احنا قاعدين كأنه احد فات من يمنا بسرعة او فات بيناتنا. يقول بس زول اسود خيال يعني شق القعدة اللي قاعدين بها احنا، يركض وطلع بالاتجاه الثاني. يقول طبعا كنا ارتعبنا وصفنا على الشي اللي صار، وظلينا واحد يباوع على الاخ ونقول له انت شفت؟ يقول ايه انا شفت. زين وين راح؟ يقول ما اعرف وين اختفى بالظلام. يقول ظلينا تقريبا 5 دقائق قاعدين وساكتين نهائيين وما نتكلم، وبعدها قام يرمي علينا الحجار من جميع الاتجاهات، وسمعنا واحد يقول لنا تغادرون المكان بسرعة واحنا موجودين وياكم بكل مكان، وانتو جيتوا بدون استئذان قعدتوا هنا وازعجتونا، وهسه جاي تحجون وتقولون احنا ما موجودين. يقول مباشرة احنا لمينا الغراض مالتنا بسرعة بسرعة، لان كان التحذير مالهم جداً واضح، وصعدنا سيارتنا ورحنا. قال رجعوني للبيت مالنا وهم بعدها راحوا. يقول مرت ايام وانا ما سولفت لاحد على الموضوع ابدا. يقول يوم من الايام اشتاقيت لولد عمي اريد اروح. يقولوا تقريبا صار 15 يوم او اكثر انا ما شايفهم وما متواصل وياهم نهائيا غير بس بالتليفون. يقول فقلت راح اروح البيت عمي اليوم. يقولوا صارت الدنيا العصر وطلعت، وخليت علم عند أمي إنه أنا رايح عليهم ولا يضل بالكم وراح أرجع بالليل. فأمي قالت لي لا تروح نهائيا لهناك، والدك ما يقبل، وإذا درى يطلقني بسببك، لأن حالف علي يدين يمين إذا أنت رحت وأنا ما قلت له عندي علم يطلقني. ظليت أتوسل بيها وأتحايل عليها وأقول لها ما يصير تقطعين بينا وهم أقربائنا وكذا. يقول بعدها وافقت الوالدة وطلعت. يقول طلعت وانا جاي امشي، يقول طبعا ما عندي سيارة او شيء اتنقل به. يقول هو كانوا يعني مو قريبين علينا وانما اقدر اروح لهم مشي. يقول لان ما كانت عندي سيارة كنت مجبور على هذا الشيء اللي اسويه.
طبعا بيتنا كان باتجاه وبيت عمي صار بالاتجاه الثاني، ولازم أمر على هذا الجبل. يقولوا طبعا نهار وعادية وإحنا أهل المنطقة ومتعودين عليه وماكو أي شيء. يقول ورا ما صار صلاة العصر طلعت من البيت، يقول وراها تقريبا من الساعة وأكثر. يقول فما ظل وقت إنه للصلاة مال المغرب. يقول وظليت أمشي ظليت أمشي، وبعدها جزيت الجبل وطلعت. يقول عرفت إنه أذن. يقول مع العلم ما سمعت صوت ما الأذان بس عرفت أذن. يقول وبهذا اليوم قلت خلي أصلي. يقول جيت أريد أصلي. يقول توجهت على القبلة. يقول بعد ما اتوضيت من النهر اللي موجود، يقول توجهت على القبلة وبديت أريد أصلي. يقول أول ما صحت الله أكبر وحطيت إيدي إنه أريد أصلي وجاي أقرأ بالقرآن، يقول سمعت أكو حركة وراي كأنه إجا شخص ووقف. يقول وبعدها قال لي أريد أصلي وياك استمر لا تخاف. يقول بهالكلمة. يقول لما قال لي هيك يعني يقول اطمنت، قلت احتمال شخص جاي. يقول مع العلم الطريق اللي جاي يمشي بياني يعني طريق ما بي أي أحد نهائيا. يقول وبديت أصلي. يقول بديت أصلي وجاي أقرأ قرآن. يقول وهو قام يضحك. يقول طبعا لا أقدر ألتفت عليه لأن أنا بالصلاة. يقول لا أقدر يعني أعوف الصلاة مالتي. يقول بس ما أعرف شلون يعني حسيت بقلبي لعب. يقول وبديج الساعة شتت صلاتي تماما. وطبعا أنا بالركعة الثانية كل ساعة يقول لي انتبه انتبه قدامك باوع قدامك. يقول يسوي لي هيج يعني يريدني أرفع راسي وأباوع. يقول طبعا أنا هنا يعني قلت خلاص. يقول كملت الصلاة مالتي وسجدت السهو، وبعدها التفتت وراي وما لقيت أي أحد موجود. من اللي كان يكلمني ما أعرف. زين هل يعقل إنه أنا جاي أصلي وهو يجي يقدر إنه يحكي وياي جن غير مسلم؟ ما أعرف. يقول ظليت أتلفت يمنى ويسرى وارتعبت بذاك الوقت. يقول بعدها كملت طريقي وعرفت إنه الصلاة مالتي صلاة راح تصير يعني باطلة. يقول لأن أبد ما ركزت بيها نهائيا وغلطت بيها هواي. قلت لما أوصل بيت عمي يعني أصلي يمهم. يقول صدق استمريت بالطريق وما عندي أي شي وحل علي الظلام. يقول وأنا جاي أمشي لقيت كلب على طرف الطريق ما أعرف شنو جاي يأكل. طبعا كان صايد لكيس موجود على الأرض وما أعرف شو بيه أكل وقاعد يأكل من هذا الكيس. يقول أنا باوعت عليه شوية وقلت أخاف يهجم علي وكلب مال الشارع. يقول يعني أنا ما أخاف من عدم. يقول بس يناظرني. يقول فتت من يمه طبيعي وهو بس يناظر بيا نهائيا ما تحرك ومستمر بالأكل مالته. يقول أنا جزيته تقريبا ب10 أمتار. يقول ما أعرف اللي خلاني أشيل حصى من الأرض وأريد أضربه بيها يعني أرجمه. يقول باوع علي هو أنا من شلت الحصى. يقول هو ظل منتبه وصافن بوجهي. يقول كأنه يحس إنه أنا راح أضربه. يقول ظل بس رافع راسه ويباوع علي وينتظرني شو وقت أضربه. يقول رجعت إيدي لي ورا. يقول وأرد أجيبها بي يعني لازم ألوحه. ما أعرف شنو اللي خلاني أضرب الكلب. رفعت إيدي وضربته. يوم اللي ضربته اجت الضربة براسه وتحديدا اجت يعني بين عيونه بنص وجهه. الكلب هذا قام يفتر بمكانه بصورة مو طبيعية وبدأ يعني يرفع لي فوق وينضرب على الأرض. وبعدها باوع علي واجا باتجاه يركض بس كانت الركضة مالته يعني مو متوازنة، يميل يسرى ويرجع يمنى. هيك كانت. وقبل لا يوصلني تقريبا مش كم متر ظل بيني وبينه. طبعا خفت من عنده وارتعبت سقط على الأرض. لما سقط على الأرض عرفت أنه هو مات. بعد هاني قمت أضحك يعني أضحك أنه شفت شلون هو قام يفتر وهذا، قمت أضحك عليه. طبعا بهالأثناء ما أعرف شنو اللي حسيته، مرة واحدة حسيت كأنه روحي انسحبت من عندي وسقطت على الأرض. وطبعا هاي المنطقة اللي سقطت بيها أني بيها سيارات الصبح، بيها عالم تمر الصبح، بس ورا صلاة المغرب مستحيل أحد يفوت من عندها نهائيا لأن كانت هم بيها أقاويل إنه هذا طريق بالليل يصير للجن وما تقدر تعبره إذا مو بسيارتك. وحتى لما كنا نفوت بيه قبل بسيارة أول ما نوصل هذا الطريق نشغل قرآن طول الطريق لحد ما نوصل الشارع الرئيسي. طبعا ما أعرف إيش قد ظليت أنا موجود على الأرض وصحيت. بس يوم اللي صحيت كأنه
شلون انت دايخ او مضروب على راسك او تحس انه انت بمكان ثاني، يعني بعدني ما مركز انه اني وين. كنت اسمع صوت مار صياح وبكي، كنت اسمع ناس يقولون اذبحوه يستاهل، وكنت اسمع ناس يقولون لا الحاكم مالنا قرر انه هو ما ينذبح، اتركوه ما يصير تكسرون كلامه، وكنت اسمع ناس الصيح بغضب ويقولون نفس قدام نفس بهالكلام هذا، وكنت اسمع ناس يقولون تسوون بي مثل ما سوى بابنكم. المهم لحد ما سمعت صوت مال واحد يقول لا تعوفونه، لازم يعني يرجع لاهله، وبعدها اذا صار شي بولدنا احنا نختص من عنده. هذا الكلام اللي سمعته كله. يوم اللي رفعت راسي شفت ناس وحركة بالمكان مو طبيعية، بس ما كنت اشوفهم بوضوح ابدا، وكان شكلهم عبارة عن خيالات تارس المكان اللي انا موجود بيه. وكل هذا الشي اللي صار وانا ممدد على الارض على الجانب، بعدها حسيت ايد انحطت على كتفي وقال لي قوم قوم ايش عندك هنا. لما التفتت لقيته عمي، طبعا باوعت علي ودايخ وما اقدر احكي. قال انت ليش نايم هنا؟ قلت له ما ادري، وبديت احكي له واتذكر واقول له ضربت كلب وبعدها ما اعرف شنو اللي صار بي، يمكن ضغطي يمكن هبوط يمكن كذا من هاي الامور. قال لي دقوم قوم خل اوديك للبيت. طبعا واحنا جاي نمشي بالطريق انا وياه ومشي، كان هو يمشي بيه وقايدني، لازمني مني دي طول الطريق وانا ما اقدر امشي بتركيز، وكنت احس هو اللي ساندني ويريد يوصلني للبيت. بذاك الوقت احس بنفسي يعني ما مرتاح، جسمي مهدود، ما اقدر اتحرك بطريقة سلسة نهائيا. المهم وانا جاي امشي سألته، قلت له انت متعارك ويا ابوي؟ اذا وديتني البيت وشافك تصير مشكلة، عوفني هنا وانا اروح. قال لي لا اوصلك للبيت يلا. طبعا ما سألته على الساعة بيش، انا عبالي كل وقعتي او طيحتي يعني على الارض كلها نص ساعة او هيك، وهذا عمي فات منا وشافني وانا جاي امشي. وصلنا البيت هو اللي دق الباب، وكنت اني واقف وراه. طبعا اول ما دق الباب يعني ويدق بالباب طلع والدي، واول ما طلع والدي صاح قال لها رجع ابنك، كان يحكي ويا امي. طبعا انا هنا مباشرة سقطت مرة ثانية على الارض. لما سقطت على الارض هو مباشرة سحبني وطببني جوا، وبدوا يوعوني ويقعدوني. واول ما قعدت قلت لهم اني وين؟ قالوا لي بالبيت. قلت له عمي وين؟ قال لي عمك منو؟ هذا الكلام. طبعا والدتي كانت واقفة ورا ابويا وتأشر لي بهالحركة يعني تقول لي اسكت لا تقول له انه انا كنت يم بيت عمي. طبعا كانت الساعة 4 الفجر بهذا التوقيت، يعني انا طول الوقت اللي كنت بيه انا ممدد على هذا الشارع، ومن اللي جابني ما اعرف، اللي اعرفه انه هو عمي جابني. طبعا والدي تفاجأ لما قلت له عمي جابني، قال لي انت جيت ودقيت الباب ما موجود اي احد. قلت له شلون عمي اللي جابني؟ رد علي ابوي وقال لي شلون انت تروح لهم، وبدأ يحكي علي. طبعا انا كنت صافن وما اعرف ولا اتذكر انه ابوي متعارك ويا عمي. قلت له اجمع بالافكار ما اعرف اتكلم وياه. بعدها قال لي انت شنو اللي صار لك؟ شوية قعدت وبديت احكي له واتذكر. قلت له اني قلت لامي ورد اروح عليهم وكذا، وضربت كلب بالشارع، وبعدها سقطت، وبعدها عمي لقاني وشان وجابني لهنا. طبعا والدي ما صدق بي نهائيا، عباله متعارك او عباله انه انا مسوي شي ومصدوم بي. كانت هي هاي المرة الاولى اللي خابر بيها عمي ورا زعل جدا طويل. خابر على عمي وسلم عليه وقال له، قال له انت جبته للبيت؟ قال له لا ما جبته، واصلا ما جا علينا للبيت وما شفته. خير خما بيكم شي؟ قام ابويا وقال له، قال له كذا وكذا القصة، وقال انه انت جبته لهنا. طبعا ظل يعني عمي يحلف له انه هو ما شافني نهائيا ذاك اليوم، واصلا انا ما وصلت. سألني والدي قال لي انت وصلت لبيتهم؟ قلت له لا انا ما وصلت، بنص الطريق بس هو اللي اجي وجابني وصلني لهنا. وبعدها انتهت المكالمة وانا كنت تعبان حيل، قلت له مريد انام ونمت. ولما نمت حلمت حلم جدا واضح، الاصوات اللي كنت اسمعها كلها سمعتها بالحلم، بس كانت وياها صور يعني موجودين اشخاص وهم اللي يتكلمون وياي، كانوا يقولوا لي احنا ترى تركناك ورجعناك للبيت بس في سبيل اهلك يشوفوك، لان بعدها
راح تختفي من هذا العالم نهائيا وراح تموت، والنفس بالنفس إذا صار بابنه شيء أنت يصير بيك شيء. اللي شافه ابنه أنت راح تشوف أكثر من عنده بأضعاف. طبعا مرت علي 3 أيام من أسوأ الليالي اللي تمر علي، بس أغمض شوية مباشرة أحلم أحلام مزعجة جدا وأشوف أشكال غريبة الناس أول مرة أشوفهم، يعني كان شكلهم جدا مرعب ومخيف. وبعد هاي 3 أيام وهاني نايم قالوا لي اليوم راح يصير بيك مثل ما صار بابن، وقعدت من الحلم مفزوع. كنت يعني بهاي الأوقات إنه أني ما أعرف أركز أو ما أعرف حتى أتكلم اللي جاي يصير بيه أو اللي جاي أحسه بداخلي. المهم وراها شوية تعبت ما أعرف شلون ونمت. لما نمت إجتي والدتي تريد تصحيني على الفطور وصحتني، وأنا كنت منطي ظهري يعني للباب وهي الصحبية، وأنا كنت قاعد بس ما أريد أقوم، كان جسمي يوجعني. إجتي حركتني وافتريت عليها اريد احاكيها، ويوم اللي شافتني صرخت بوجهي صرخة جدا عالية، من صرختها حتى انا انفزعت وكان ما بي حيل اقوم، بس مباشرة قمت وقلت لها شبيك وركضت ونزلت جوا. يوم اللي نزلت جوا لقيتها واقفة هي وابويا يم الدرج ويباعون علي، ما اعرف شنو اللي بي يعني. فانا مباشرة انفزعت قلت لهم شبيكم انتو؟ والدي اول ما شافني هيج قال لي تعال انزل. بديت انزل، طبعا والدتي كانت ترجع يعني وتصير ورا ابويا. يوم اللي وصلت ليمهم قال لي انت شبيك، انت شنو اللي سويته؟ والدي هيك يسوي لي. قلت له ما مسوي شيء، انا عبالي انه اكو مشكله برا وجاي احد، بس ليش هيك والدتي حاطت بوجهي ما اعرف. طبعا عفتهم وقلت لهم راح اطب للحمام، والدي ما حاكى نهائيا. دخلت للحمام ورحت للمغسله، ولما رحت للمغسلة باوعت على وجهي تفاجأت بالمنظر اللي شفته وانفزعت من منظر وجهي. كان وجهي كله منتفخ ولونه أزرق، والعيون البياض اللي موجود جوه لونه أحمر، وسنوني 2 من عدهن واقعات. ما أعرف اللي صار بي أنا، طبعا ظلت أصرخ بالحمام ما أعرف اللي أسوي. سقطت على أرضية مال الحمام وبديت أبكي وأصرخ وأعيط وأقولهم من اللي سوى هيك بوجهي؟ كان وجهي حرفيا مشوه، يعني جدا منتفخ ولونه أزرق وعلى سواد حتى. بعدها والدي أخذني للمستشفى مباشرة. لما أخذني للمستشفى قال لهم من اللي ضاربه على وجهه؟ هيج ضرب، وهم زين ما راحن عيونه. طبعا سووا لي تحاليل، سووا لي أشياء، وأنا أمشي بالمستشفى كل العالم تباوع علي ومتفاجئة من وجهي. لحد الآن أتذكر إنه أكو بنية كانت تمشي وكانت ما منتبه زين، يوم الباوعت على وجهي صرخت بنص المستشفى، حرفيا صرت مسخ بذاك الوقت. وبأثناء رجعتنا من المستشفى بالطريق سولفت لأبوي، قلت له دول الجن جاي يسوون بي هيج، لأن أنا ضربت كلب وهذا الكلب احتمال يكون من الجن. وأنا تذكرت يوم اللي قعدت ما لقيت الكلب موجود على الأرض، وأنا كنت متأكد من عنده إنه هو مات. طبعا والدي مباشرة ما رجعني للبيت، أخذني الشخص يقرأ، قرأ علي قرآن وراد، ما صارت عندي أي تعابير نهائيا، بس ضليت صافن. وطول الوقت اللي يقرأ بيه قرآن هو أحس شخص قاعد ويتوعد لي ويقول لي لا القرآن راح يفيدك ولا أي شيء، أنت لازم تاخذ قصاصك العادل، اللي صار بولدنا راح يصير بيك. ورا ما كمل الشيخ القرآن ما تقل ابنك ما بي أي شيء، وديه للمستشفى واحتمال يعرفوا لك البي. رجعني أبوي للبيت. لما رجعت للبيت بهذا اليوم يعني ورا صلاة المغرب ارتفعت حرارة جسمي مو طبيعية، وبنفس الوقت كنت بردان وارتجف، فقلهم جيبوا أي شكو غطا موجود بالبيت دبوه فوقاي. كنت ارتجف مو طبيعي، كانت أمي قاعدة يمي ووالدي، وقلت لهم لا تعوفوني أبدا، ظلوا قاعدين يمي بالغرفة ونمت. لما نمت اجاني شخص بالحلم، شخص جدا شكله طبيعي كأنه انسان، باوع علي وقال لي ودع اهلك، انا ابني مات بسببك، انت اللي ضربته وخلص انقضى امرك وانت لازم تموت. واختفى من قدامي. ولما اختفى من قدامي كان اكو شخص موجود وراي، عملاق جدا وحجمه جدا ضخم،
بعدها لزمني ورفعني كأنه شالة من الأرض فد ورقة أو فد شي خفيف، ورفعني لفوق ورد نزلني على الأرض وكسر ظهري ومتت. طبعا قعدت مفزوع من الحلم وأصيح وأقولهم راح يقتلوني راح ما أعرف شنو. طبعا لقيت والدي ووالدتي موجودين يمي، وقام والدي يقرأ علي القرآن ويقول ما بيك شي وإن شاء الله تصير زين، وأنا أقول له لا راح يقتلوني وجوني وقلولي بالحلم. استمريت 3 أيام أشوف هذا الحلم يومية حرفيا، وما خلوا الشيخ ما ودوني عليه، وكل الشيوخ اللي رحت لهم ما بيهم أي نتيجة ولا أي فائدة. يوم اللي أوصل يمهم ويقرون علي كل شي ما يصير ولا تصير أي أعراض. طبعا آخر شي عمي اللي والدي ما يحكي وياه وصف لنا شيخ ودلانا بواحد وكان بعيد علينا وبقرية ثانية. والدي أخذني بالسيارة ورحت له، ولما رحت له والدي حكى له كل شيء، وانا هم حكيت له اللي عندي كله. باوع على والدي وقال له لازم ابنك يظل هنا، ابنك اذا طلع من هذا المكان او من بيتي ابنك راح يموت. صدق ظليت يم هذا الشخص تقريبا ما اتذكر ايش قد 10 ايام او 8 ايام بهالحسبة هاي. كان يومي هذا الشخص يجي ويقرأ علي قرآن، وقعدني بغرفة والغرفة هاي ما يطفى بيها القرآن نهائيا، ولما تصير دنيا الليل يجي هو يظل قاعد ويقرأ قرآن يمي، وأنا طول سماعي للقرآن ما أحس بكل شي بجسمي ولا أحس بأطرافي، بس قاعد حرفيا صرت مثل التمثال اللي موجود. طبعا وبليلة من الليالي وأنا بهاي الغرفة محطوط والقرآن مشتغل علي حسيت بالقرآن، كنت قبل من أسمع القرآن كأنه شخص يعني موجود أو ساد على إذاني، أو الكلام اللي جاي ينقال ما يهمني نهائيا ولا جاي أفتهمه هيج. بهذا اليوم أو بالليل تحديدا سمعت صوت القرآن واضح. لما سمعت صوت القرآن ما أعرف شلون غفيت على القرآن، ولما غفيت حلمت حلم. الحلم اللي حلمته إنه أني ميت، وكانوا حاطين بنعش وشايلين ويفترون بيه. ويوم اللي وصلنا على القبر ويريد ينزلوني سمعت واحد يصيح اوقفوا لا تدفنوه، بعد هذا لازم يرجع للحياة مرة ثانية. وقعدت الصبح ما بي اي شي، وقلت للشيخ على الحلم اللي صار، قال خلاص صرت كل الزين وما بيك اي شي، ولازم تحافظ على اذكارك وهاي الامور. وخابر والدي، لما اجا والدي قال له ابنك كانوا الجن يريدون يقتلوه وهسه عافوه، بس ترى ابنك مرة ثانية إذا وصل أو فات من يم من الجبل هذا لا تسأل عن سلامته نهائيا، ولازم يكون متحصن 24 ساعة، ولازم تذكرونه بصلاته بكل وقت، ولازم ما تصير يعني أبد إنه على جنابه أو أي شيء، لازم يكون نظيف ومتوضي 24 ساعة، ترى الجن ما راح يتركوه نهائيا. وأنا من هذا الحادث اللي صار ما رحت ناحية الجبل نهائيا أبدا، حتى بالسيارة ما أفوت من يمه، والتزمت بالصلاة مالتي وأذكاري لأن رب العالمين نجاني من شي، أو احتمال إنه أنا متت ورجعت للحياة بسببهم. المهم هاي القصة اللي صارت وياي. طبعا القصص اللي تصير على جبل حرفة أو بالبر أو جميع القصص اللي سمعوها كانت حقيقية أو مو حقيقية. طبعا كل القصص ماكو قصة يقول لك انه هي حقيقية، ليش؟ لان انا مجرد راوي، يعني انت تيجي تنطيني القصة ماتك وانا اقولها بالقناة، انا ما اقدر مثلا احلف، وحتى اذا حلفت يعني هل هي صحيحية او لا ما حد يعرف، لان هاي القصص وهاي الاشياء تصير بينك وبين الجن او بينك وبين شخص ثالثكم جن، يعني 4 اشخاص، فهنا أنا صحة القصة ما اقدر اقول لك انه هي 100%، بس إن شاء الله القصص اللي موجودة عندي كلها قصص حقيقية على لسان أصحابها. وانتظروني غدا بقصة جديدة إن شاء الله. وللتذكير لا تنسون أنه تاخذون الفائدة من القصة، والفائدة أنه لا تأذي أي مخلوق موجود على الكرة الأرضية، لأن كل المخلوقات اللي موجودة عندها عوائل وهم قبائل وشعوب يعني مثلنا تماما، يعني ما يصير تروح تأذي كلب أو قط أو أي شيء ثاني، لا تأذي أي أحد، حتى الأفعى اللي موجودة الرسول نهى عن قتلها قبل أنه ما تنذرها، يقال أنه 3 أيام أو 3 مرات تنذرها وتقولها اطلعي، بيجي الساعة إذا غادرت غادرت وإذا ما غادرت يلا يحل
قتلها. انتظروني غدا بقصة جديدة إن شاء الله.